انزل انت كمان يلا طلع اللي في جيبك انزل. غريب مش انت غريب جرانه؟ ايوه مش عارفني يا غريب. خضر الحداد؟ اه. وايه اللي بتهببه ده؟ قال ايه ده؟ ازيك يا غريب؟ ازيك ايه وزفت ايه؟ ومين الولد الصغير اللي معاك ده؟ ابن العجل. ابنك؟ وتعمل فيه كده برضو؟ اخس ده انت كنت جدع قوي يا خضر، وكنت راجل قوي من صغرك، تبقى قاطع طريق؟ الزمان ده ما ينفعش فيه الا اللي ايده طويله وفتوه. الفتوه ما بيسرقش، الفتوانه جدعانه، انما اللي بيسرق يا خضر هو الحرامي عشان مجرم. جونا من كل حته وبقوا اغنيه، واحنا لازم نعمل معاهم كده. غلط غلط يا خضر. واحد زي ابنك ده ذنبه ايه؟ عايز اشوفك تاني ان شاء الله، بس يا ريت اشوفك خضر بتاع زمان. راضي بقى السواق ده واديله اللي خدته منه. ماشي يا غريب. شايف مين اللي واقف هناك ده؟ هلا ده غريب جرانه اللي خرج من السجن. هو ده اللي بيقولوا عليه هو شقي قوي. شقي ايه ده؟ انا عرفت النهارده حكايات عنه. الليله مش هتعدي والفرح ده هيبقى كرسي في الكلوب. بقول لك ايه، روح قول للرئيس الحديد عشان هو اللي يتعرض له لو عمل حاجه. يلا بسرعه. عليك مبروك. الحق يا ريس حديث، غريب جرانه اللي خارج من السجن جاي شالي بالفرح. جرانه هو فين؟ واقف هناك وباين عليه مش جايبها لبر. روح يا ريس حديدي قلب واحده. لو النبي مش عايز فرح ابني يبوظ، انا في عرضك يا معلم حديدي. خلاص يا رجاله احنا هنلم الليل عشان خاطر ابو العريس، وانا رايح له. الحمد لله على السلامه يا ريس غريب، نورت البلد كلها. البلد منوره باهلها، الف مبروك. الفرح ده تبعي. وماله يا ريس؟ ربنا يتم بخير. ما هو لازم يتم بخير يا جدع. اقول ان شاء الله، ما تبقاش كروديا. طب اتفضل اقعد معانا وخد وجبه عشان خاطر ابو العريس ده راجل غلبان. وماله؟ فين ابو العريس؟ اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج عبد الفتاح ابو العريس، وانا الرئيس الحديدي. اهلا وسهلا. اهلا يا حاج، الف مبروك. اهلا بيك يا ريس، اتفضل. فرح اخوك برضه. الدماغ ايه؟ مائي ولا هوائي ولا كيميائي؟ كل حاجه موجوده. يعني ايه لا مؤاخذه؟ يعني ايه اللي يوزن الدماغ؟ ما هو لازم تاخد وجبه. طب اذا كان كده بقى يبقى وجبي شويه شاي تقيل. سمعت النهارده الصبح انك ضربت وكيل النيابه. ومين اللي قال لك؟ وبعدين انا ما ضربتش وكيل نيابه بس، ده وكيل نيابة ومهندس وظابط ودكتور. كل دول؟ وبنية واحدة وشرفك. قدام رئيس المباحث؟ آه. وسابك؟ وهيحوشني ليه؟ ما هو لا مؤاخذة أنت لما تحب حد تسيبه على راحته. ولو إن شكلك لا مؤاخذة كده ما تعرفش تحب. بقول لك إيه يا ريس غريب؟ آه. أنا خدت من أبو العريس 200 جنيه، 50 للرجالة وال 150 هنصصهم مع بعض. يعني إيه؟ يعني أنا 75 وأنت 75 وحبايب. طب إيه بالفلوس؟ استناني هنا خمسة بقى. Yeah.
يلا لا انت هو من هنا، عايز اتكلم مع الرئيس الحديد على رواقه. ابعد يلا انت. تعرف ان انت جدع؟ وانت اجدع يا ريس كريم. بس الفتوه اللي على حق بقى يا حديدي، يدي ما ياخدش، البلطجي بس هو اللي ياخد ما يديش. صح؟ صح. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك يا ريس غريب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع سلامه الله. يا نصيبتي يا نصيبتي يا غريب، هو انت جرف عقلك حاجه؟ يا نصيبتي يا نصيبتك يا فاطمه. بس يا فاطمه الله يجرالك. بس يا بنتي كفايه يا حبيبتي، حرام عليكي نفسك. بس يا فاطمه سيبيها يا اما، سيبيها طولتم زي ما هي عايزه. انا مش حالتم وبس، لا ده انا هروح اغلقها روحي في البحر كمان. تاني يا غريب عايز تروح تشتغل عند سليمان الحوت؟ لا لا يا غريب، لا. هو انا لاقياك يا غريب؟ مش كفايه ضيعك مني قبل كده؟ مش كفايه يا غريب؟ يا مصيبتك يا فاطمه، يا مصيبتك يا فاطمه، يا مصيبتك يا فاطمه. معلش معلش يا ابني، اصلها خايفه عليك. اللي حصل لك مش قليل، لا عليها ولا علينا. خلاص خلاص يا فاطمه، خلاص يا بنتي. لا مش خلاص يا خالتي، مش خلاص. هو اللي احنا شفناه شويه قلت لي اقفلي القهوه قفلتها. غريب نفسي انا وانت نتكلم مع بعض بقى. من يوم خرجت وانا الدنيا مش سايعاني، نسيتني الايام السوداء اللي شفتها. محتاجالك يا غريب، وانت محتاج لي، وحبك وخالتي كمان. ابوس ايدك يا غريب. بلاش سليمان، بلاش سليمان يا غريب. كفايه يا فاطمه كفايه، انا كمان محتاج لكم، وكمان محتاج لنفسي. انت يا فاطمه ما تعرفيش اللي حصل لي النهارده. تعرفيش يا أم أخوك عمل فيها إيه؟ مد إيده عليك. يا ريت، ده دبحني بسكينة تلمة، بيحاسبني على خارجة أبويا وعلى الخمسين جنيه اللي كان بيدهم لك. طلعت مديونة يا أمبا. بس أنت ليه بعتيله؟ ليه؟ أنا ما بعتش، هو قال لي هاتي الخدمة اديتهولي. قال لي تعالي معايا الشهر العقار عشان تبصمي على العمارة اللي حبنيها. رحت اخدتش اخوان، ده اخويا يا ابني. واخوك بيعايرني يا امه عشان لسه خارج من السجن، عايز يشغلني غفير. لقوا كلكم، واللي عايزين يطلعوني بلطجي كوم، كله مرعوب مني عشان لسه خارج من السجن، كله عايز يراضيني عشان لسه خارج من السجن. بيطلعوني فلوس بالكوم ياما. قال ايه؟ عشان يراضوني ويتقوا شرني. وكله بيناديني يا ريس، كل ما عدى على حد يقف ويسلم على الريس غريب. أنا بقيت غول ياما، بقيت غول، وأنا مش عايز أبقى غول. سيبوني
سيبوني بقى. أنا مش عارفة الاقيها منين ولا منين. انت عايزاني ولا لا؟ انا بيع عمري كله عشانك يا غريب. يبقى محدش يقول لي اعمل وما تعملش. خليه، بس انا خايفه عليه. انا مش عايز، انا مش عايز يا فاطمه. انا قد اي حاجه واي حد. ما يجعل لك عيش معاه يا غريب. قادر يا كريم.